البطاقة الشخصية الاسم الكامل يوسف راضي عودة التميمي، اسم الشهرة الفنان يوسف راضي أو يوسف التميمي، فنان موسيقي معلم متقاعد. عرفت الفن منذ نعومة أظفاري، عشت في بيئة فنية وأدبية في محلة تسمى يحيى زكريا، كان فيها المثقفون والفنانون وملتقى كثير من هذه الشريحة الرائعة. الأستاذ يوسف التميمي، كيف دخلت عالم الموسيقى؟ الحقيقة هذا الاختصاص جاء متأخر، لأنني كنت معلما والمعلم يحتاج إلى أن يكون شامل، باعتبار المدرسة هي مسرح والأنشطة يجب أن يبرز بها المعلم ويبرز بها التلاميذ. في العام 1968-69 بدأت بوادر الاختصاص بالعزف على تشيلو ضمن الفرقة الموسيقية البصرية بقيادة الفنان الكبير الدكتور حميد خلف أو حميد البصري. حميد البصري، نعم. الحقيقة أنا تتلمذت على يد الفنان حميد، لأنه هو من علمنا، أنا وأبو لنا، أبو لنا كان على العود وأنا على الكمان. طالب غالي. طالب غالي. طالب غالي، نعم. هذا عاصرته وياي لأنه من لقائنا القديم من عام 57 واستمرت صداقتنا وعلاقتنا إلى الوقت الحاضر. نعم. حتى وصلت إلى درجة عائلية لصيقة. المهم تعلمت في البادية الأمر على يد الفنان المرحوم فرانسيس لويس على آلة الأكورديون إذا تتذكر. نعم نعم. في العام 63، وبعد ذلك أخذت دروسا على الكمان بتوجيه وتدريس من الفنان الدكتور حميد خلف البصري. حميد البصري، كيف كانت يعني كيف نشأت العلاقة معه؟ كان معلم؟ لا، كان موظفا في الموانئ. نعم. كيف التقيت به؟ نعم، التقيت به عن طريق الفنان ياسين الراوي وقتها. نعم، نعم، نعم. وايضا عن طريق عبد الحسن تعبان رئيس فرقه المواني سابقا. نعم، نعم. الغربيه. الغربيه، نعم، نعم. الغربية. فتوسطت الصداقه وتطورت الى درجه كبيره جدا والى الوقت الحاضر رغم غربته في هولندا. درسني على آلة الكمان ووفق النوطه. كان تعليما حديثا ومبرمجا. كان يمتلك معهد؟ كلا، وإنما كان يأتي للبيت لقاء أجور رمزية. نعم. بعد أن أشبعت رغبتي من الكمان وتكونت الفرقة الموسيقية البصرية، أسند لي دور عازف التشيلو في الفرقة البصرية إلى حد نهاية تشكيلها في نهاية السبعينات. من أنت وماذا تريد؟ أنا الفنان يوسف التميمي، أود أن أرى العراق مبتهجا جميلا كما كان في الزمن الجميل في السبعينات وقبلها. تشعر بالغربة أستاذ يوسف؟ حتما، في بلد يحارب الفنون ولا يعطي فرصة للفنانين. نحن قد أخذنا حصتنا، لكن الحقيقة أن الغربة هم الفنانون الجدد. الموسيقي والتربوي يوسف التميمي، هل فكرت بالهجرة؟ كلا. ليش؟ لم أفكر قط.
لأنني غربتك؟ نعم نعم، الغربة مادي كانت صعبة جدا وعانيت ما عانيت، إلا أنني كنت لصيقا بعائلتي ولصيقا بوطني، ولم أتقبل فكرة الهجرة رغم أنها كانت متاحة لي. فقمت بأعمال كثيرة أغنتني عن الهجرة. تحدث لي عن عاصم بن دلف. عاصم أستاذ خرجت أجيال ومنهم أنا كنت بعاصم بن دلف من المرحلة الأولى والثانية والثالثة. بالفعل تعتبر مدرسة عاصم بن دلف لي كمرحلة متميزة وأنيقة في ذات الوقت، لأنني كنت أعمل بجد ونشاط متفرد، ولهذا آليت على نفسي أن أصنع فنا في مدرستي، وقد لمستها أنت بذلك. نعم أكيد. فقد أنشأت مسرحا متكاملا بجهودي الشخصية. صحيح. بمعاونة مجموعة من المعلمين، وأقمنا حفلا رائعا مسرحا موسيقيا ومسرحية، مهرجان شامل. مهرجان شامل كان يقود المسرح ذاك الوقت الفنان مانع السعودي. مانع السعودي، تحياتنا له. اي تحياتنا له. كنت ثنائي رائع. ثنائي نعم. بقينا الى ان انتشرنا في اماكن اخرى كل حسب مكانها الذي رمز اليه او عهد اليه. حدثني عن آلة التشيلو. التشيلو كآلة موسيقية في فرق ناشئة تعتبر بادرة جيدة، وتعتبر آلة مهمة جدا، تسمى آلة ساندة، لكن قلة العازفين. نعم قلة العازفين البصرة. نعم كان العازفون من الفرق الموسيقية على عدد الأصابع، من جملتهم المرحوم فايق الجزائري، والفنان مهدي المظفر. مظفر نعم نعم، هذا مهدي رائع جدا، والوقت الحاضر هو يتابع الشغلات هاي. وكذلك يوجد هناك فنانون آخرون عزفوا التشيلو في وقتها، لكن لم يسمى غير هذا الثلاثة، هو فائق ومهدي وأنا. الفرق اللي اشتركت بيها. نعم. بدأت بفرقة الفرقة البصرية الموسيقية التي كانت قيادة للدكتور حميد أو حميد البصري. كانت تضم خيرة فنانين والموسيقيين في العراق. من اللي تذكر؟ من جملتهم المرحوم لويس توماس. نعم. الذي ما توفى في الغربة، وسامي شاكر الفنان الأول عازف الأول في الكمان، ووليد لويس المدرس في معهد الفنون الجميلة، وشقيقه نمير كان عازفا على الكونترباس وايضا على الجيتار. اكيد كان وياكم ادوار. طبعا ادوار كان قاسم مشترك في كل الفرق التي عملت. كان على كل الايقاعات. نعم على كل الايقاعات، حتى الدرمز اشتغل عليها. بعد منو كان بالفرقه؟ طالب غالي. الفنان الذي لحن اوبرة المطرقة. وحميد البصري كما سبق ان ذكرت لحن اوبرة بياد الخير. بياد الخير. وايضا العروسه بهي. المطرقه بياد الخير مشترك موجود. اياك بعد من ضمن الفرقه. بعد هذه الفرقه اين ذهبت؟ كنت ازاول نفس العمل في نادي الفنون. ايضا الفرقه البصريه. بقياده حيات حتى حميد. حميد. حميد البصري. واضافه العازفين؟ نفس العازفين تقريبا، اضافه الى جمهر من المعلمين. نعم. ويعني لانه الفرقه النشاط المدرسي اللي اسسها المرحوم مصطفى العيسى كان مدير النشاط المدرسي. كانت فرقة متميزة بقيادة الفنان الكبير المرحوم الشهيد هاشم يوسف. الله يرحمه. هذا الفنان يعني لا يمكن وصفه بسهولة، لأنه كان فنانا رائعا وذا أذن موسيقية، جمع بين الهارموني والميلودي، والجمع بين الآلات الهوائية. فريد أطرش البصرة. فريد أطرش البصرة أعتقد هو كانوا يسمونه، لأنه عنده إحساس مرهف، عازف عود متمكن. نعم. أدخل الهوائيات نعم في الأوبراتات المدرسية. من أشهر أوبرات اللي لحنها هولاك القرن العشرين وأوراق من التاريخ. نعم نعم. أيضا كانت كان هذان الأوبرات الأوبريتان
أو العملان قد استحوذ على كل الجوائز في العراق كافة. كيف كنت تفصل بين يوسف التميمي التربوي المعلم ويوسف التميمي الفنان الموسيقي؟ الحقيقة لم أكن أحدد مكان لي، لأنني عشت كمعلم تربوي وأيضا فنان في ذات الوقت في المدرسة. كنت مدرس معلم معلم التربية الفنية وأيضا لمدروس أخرى حتى الرياضة. فرقة إنشاد كوت فرقة إنشاد، وبرز عن لدي فنانون أجادوا الغناء من جلوتهم الفنان الطالب حسين خميس. نعم نعم، لا زال موجود وقت الحاضر. نعم. متعلق بي ويذكر كل صغيرة وكبيرة، وعزفنا أغنية فيروز، أغنية القدس المشهورة. نعم نعم، نعم. لأجلك يا أميني مدينة السلام. كنت أعزف على الأكورديون في ذات الوقت، وكان مانع يعزف على العود، وحسين خميس الطالب كان يغني بجدارة. أستاذ يوسف، مانع السعودي تخطى مراحل واعتلى يعني منصب مدير دائرة سينما المسرح بالبصرة، لماذا أنت بقيت في الجانب التربوي؟ أنا لم أبقى وإنما أجبرت على البقاء. لأن الظروف السياسية في ذات ذلك الوقت لم تكن تسمح لي أن أنضم إلى مثل هذه الفرق أو مثل هذه الأنشطة. ليش؟ نعم، كانت المسائل واضحة، أنه الانتماء إلى حزب البعث أو العمل معهم من خلال هالفرق هذه. نعم. كان هذا الشرط الرئيسي. نعم. هذا اللي حقيقة منعني أن أزاول العمل. برأيك، ما دمنا نتحدث عن خط السياسة، من بدأ برأيك أولاً منذ نشوء الإنسان، الفن والثقافة أم السياسة؟ لا طبعا الفن، السياسة جاءت بعد ذلك. حدثني. السياسة أصبحت كمنهج عندما أصبح العالم قرية تقريبا أو شبه قرية قبل أن تكون وسائل الاتصالات متطورة، والسياسة عادة بين مد وجزر لا تخدم الفن ولا تخدم الشعب إذا كانت متطرفة أو متخلفة. لهذا السبب الفنون الأسبق هي في العالم منذ أن نشأ الإنسان القديم عرف الفن قبل أن يعرف السياسة. الفنان والتربوي يوسف التميمي، نتحدث عن المحطة الأهم، محطة يوسف التميمي التربوي، حدثني عن تلك الرحلة. الفرصة الرائعة التي أتيحت لي عندما تم فتح دار المعلمين الابتدائية في البصرة، والتحقت بها فورا لأنني كنت أرغب أن أكون معلم. حبي للتعليم حب لا زال يسري في دمي، ولهذا السبب أنا أدرس في مدارس أهلية، في مدارس الرافدين الأهلية. قبل الأهلية نبدأ، أي مدرسة بديت أول تخرج؟ تم تعييني في عاصم بن دولف في التاريخ بتاريخ 29/9/59. 59. وبدأت كمعلم رياضة لأنني كنت في وسط معلمين أقل واحد منهم عمره أكثر من 50 سنة. زاولت الرياضة؟ أي نعم، كنت رياضيا وكنت لاعبا لكرة السلة وكرة الطائرة. جميل جدا. نعم، لهذا السبب قلت لك أنني أحب التعليم، لأن التعليم يشمل كل شيء، وأنا أحب أن أكون شاملاً، وبالفعل كنت شاملاً. شقد بقيت بعاصم بن دولف؟ 19 سنة كاملة حتى صدر أمر بنقلي سياسة. بنيت مسرح. نعم. أسست فرقة في إنشاد من الطلبة، وساحة ليلية. وساحة ليلية. ساحة ليلية. لكرة الطائرة والسلة. جميل جداً. هي أول مرة في تاريخ المدارس تم إنشاؤها على يدي. حصلت على جوائز بالرياضة؟ نعم، حصلت على بطولة الكرة الطائرة والسلة في البصرة، وكانت تخدمنا الساحة الليلية وبيتي بالقرب من المدرسة، فكنت أقضي جل وقتي في المدرسة. كيف كنت تقوم بالتدريب؟ يعني هل كنت تمتلك الأدوات المقومات على أن تكون مدرباً؟ كلا، المقومات كانت ضعيفة جدا
ليس بالنسبة لي وإنما المقومات التي يحتاجها المسرح أو يحتاجها التدريب نعم. وحتى الرياضة الرياضة كانت فقيرة يعني رغم أنه المديرية التربية كانت تزود المدارس بما تحتاجه من الكرات والملابس لكنها لم تكن بالقدر المطلوب مع كل هذا كان الطالب في مدرسة عاصمة بندلف متحمس جدا ورياضي وفنان وعنده شعور بالمسؤولية كبير ولهذا حققنا انتصارات كبيرة في الرياضة وبالفن. وفي الفن وفي الدراسة أيضا لماذا صدر أمر ترحيلك من عاصمة بندلف؟ هذا هو الجانب السياسي كانت السياسة تفرض عليك في تلك الفترة أن تكون منتميا إلى حزب البعث وأنا قد رفضت الانتماء وأصررت على رفض الانتماء فما كان منهم إلا أن في نعم كنت شيوعيا لكني تركت العمل السياسي في العام 78 وإلى الوقت الحاضر انتقلت إلى أين؟ انتقلت إلى مركز الأشغال اليدوية مدربا للنجارة وبعد يعني ذلك ركنوك وجمدوني نعم. لكن لم أقف ساكنا بل تجاوزت كل هذه الحواجز وعملت في السيراميك وأصبحت رئيسا لقسم السيراميك وأنتجت أكبر معرض في تاريخ مركز الأشغال اليدوية في العام 87 كان معرضا متميزا لأن الحرب كانت تطرق أبوابها والقصف في كل مكان ونحن نشتغل تحت دوي المدافع ومع هذا أقمنا معرضا كبيرا في معهد المعلمات وكان معرضا شاملا متميزا ذكرتني عندما أعلنت الحلقة بالفيسبوك واليوتيوب أنه الموعد اليوم فأرسلوا الأصدقاء والأعداء أرسلوا رسائل على المود تجاوب عليها أنت الرسالة الأولى تقول يوسف التميمي مغرور في داخلي لم أعرف الغرور ربما هناك غرور بلا حد ما لأن التفوق في بلدي يسمى غرور الرسالة الثانية تقول يوسف التميمي يحب المناصب ويريد يصير رئيس رابطة المبدعين كلا لم أفكر في هذا مطلقا ولا في السابق أن أكون متميزا في إدارة مركز ما أو رئيسا لقسم الأقسام الفنية البارزة أو مهيمنا على موظفين تحت إدارتي الرسالة الأخيرة تقول يوسف التميمي يحارب المبدعين يحارب الإبداع وبس يشوف هاي بالعامية يقول بس يشوف واحد يعني عنده تجربة متجددة وجديدة يحاربه ويركنه ويهمشه صحيح. هذا غير صحيح على المطلق لأنني أحببت أن أعلم والأنانية لا يمكن أن تتفق مع حبي للتعليم أستاذ يوسف التميمي كل ما قلت عن الرسائل كذب لأن ما فتحت التليفون وماكو رسائل أعزائي المشاهدين بس أنا حبيت أستفز أستاذ يوسف وأشوف رد فعله أستاذ يوسف وراء كل رجل عظيم امرأة من هي الامرأة التي كانت وراء نجاحات الفنان التربوي يوسف التميمي زوجتي تحملت الكثير وأعانتني بالكثير وتحملت ما لا يمكن يتحمله في ظل الظروف الصعبة التي كنت أعيشها في السبعينات والثمانينات والتسعينات فقد كنت محاربا ومطاردا وجرى حتى عليها الجور
بنقلها من مكان إلى آخر، إلى أن استقرت في كلية القانون، ثم عجلنا بالتقاعد لنخرج سالمين. تخاف الموت؟ كذاب من يقول لا يخاف أحد الموت. الموت شنو بالنسبة لك، بداية نهاية؟ سأعمل ما بوسعي حتى لو كان الموت بعد تقاعد، لا يهمني الموت لأني أعرف نتيجة الحياة بعدها المباشرة. ماذا يعني لك اللون؟ ماذا تعني لك الألوان عموما، يعني مو بس بالتشكيلي؟ الألوان لغة وفلسفة، ولكل لون له مدلول فلسفي. تناسق الألوان، دمج الألوان، مزج الألوان، طبيعة اللونية في الطبيعة، في الغروب مثلا أو في الشروق وحتى في أوقات أخرى تتشكل ألوان غريبة تجعلك تشعر أنك حي. فاللون هو الحياة بكل تفاصيلها. كل لون رمادي، هل تحب الألوان الرمادية؟ أنا لا أستثني لأي لون، لكل لون له خصوصية. الرمادي قد يرمز إلى أشياء أخرى، أنا لا أهتم بهذا الموضوع. قد يكون الرمادي لونا رئيسيا في بعض اللوحات، أو ظلا، أو أي شيء آخر له مدلوله. أما أن يكون مكروها بالنسبة له، كلا، إن الألوان لكل لون له تأثير علي وأتجاوب معه في كل وقت. الأسلوب والأسلوبية عند يوسف التميمي؟ البساطة، أحب البساطة في كل شيء. التواصل ماذا يعني لك؟ التواصل لا يمكن للإنسان يكون إنسانا وعلاقاته الإنسانية تتوسع أو تتسع بدون أن يكون بهذا الشعور. أستاذ يوسف، هل أنت حاضن للطاقات أم نافر لها؟ بالعكس، أنا حاضن، وقد تخرج من بين يدي كثير من الفنانين والأدباء، وأنا منهم وأنت منهم. أتشرف. نعم. الفنان التربوي يوسف التميمي، حدثني عن فترة النشاط المدرسي. النشاط المدرسي أبرز فترة عرفتها في حياتي، فقد كان رئيس الفرقة الفنان المرحوم الشهيد هاشم يوسف، الله يرحمه، فنان متميز قدير وشامل، له إنجازات وألحان من جملتها أوبريت بيادر، عفوا، أوراق من التاريخ، ولاك القرن الأجمل، وغيرها. وقد استحوذ على الجوائز الأولى المتقدمة في العراق في الجانب اللحني، في الجانب اللحني والعمل، لأن العمل الإخراج كان مرة لطالب جبار الذي كان متميزا. هذا الرجل خسرته البصرة وخسره المسرح، كان تواقا وأخرج وعمل وقدم حتى صحته في سبيل الفن والمسرح، كان متميزا في أعماله المسرحية وراقيا جدا. إضافة أن الفرقة كانت، لا تنسى قصي البصري الفنان الكبير، تحياتنا له. لا طبعا، قصي البصري عملوا يعني واشتغلوا يعني كثير، يعني أخرج أخذ أعمال. الفرقة الموسيقية للنشاط المدرسي يعني عدادها 50 أو 40 عام. أي نعم، حتى في وقت في بعض الأحيان نستعير بعض الفنانين من الجيش، من الجوق الموسيقي، من الجيش عندما أدخل الهوائيات. نعم، وهذا مكسب كبير. نعم. للمرحون هاشم يوسف. وكان يجيد السولفيج، وكان ينصب كل الآلات الموسيقية بإذنه الموسيقية المرهفة، كان يعني ما ينصبها بالآلة بالوتر بالعود، بسماعه النظيف. الله. كان راقيا جدا، خسرته الحركة الفنية في البصرة. أستاذ يوسف، قلت لك شفت مقطع فيديو يترأسه الشلو، وكل الآلات اللي تصورها هي خلف هذا الشلو، كانت أغنية يترجم. نعم. هو الشلو للسفاكر البيدي لك.
يترجمها بإحساس الوتر مال الجلو بحزن بإحساس فظيع. آلة الجلو كمان كبير، كمان هرم. نعم هرم، هرم نعم، سميه ما شئت. تبقى على اجتهاد العازف، علما أن مدرسة الشلو في الكونشيرتو وفي السيموفونيات له دور رئيسي، له دور فعال، له دور السولو. هذا الشيء الذي نفتقر نحن إليه، نحن نكتفي بأنه يكون آلة ساندة فقط أو استقرار للمطرب أو للتقاسيم الأخرى. آلة الشلو تبقى راقية جدا برقي عازفها. كان عندنا في بغداد أحد العازفين راح عن بالي اسمه، كان راقيا وكان عزف وصلتين في أوبريت المطرقة، كان راقيا جدا. ما هو الفرق بين التشلو والكونترباس؟ الكونترباس هي الأكبر آلة موجودة. نعم وترية. نعم نعم. في الفرق الموسيقية. نعم. الفرق بأنه آلة الكونترباس لا يمكن أن تكون آلة رئيسية، وإنما آلة ممكن الاستغناء عنها، خاصة الوقت الحاضر بوجود الآلات الإيقاعية أو الأصوات الإيقاعية. الكونترباس كان رئيسيا في الفرق الغربية، يعزف الإيقاعات وأحيانا ينفرد بالنقر، فكان تأثيره كبير جدا، لكن عندنا في العراق مات من زمان. نادر ترى آلة أو فرقة موسيقية لديها آلة كونترباس إلا الفرقة البصرية وفرقة التربية النشاط المدرسي وفرقة المواني. لماذا لم نرى يوسف التميمي مدرسا في معهد الفنون الجميلة، في كلية الفنون الجميلة كخبير لآلة الشلو؟ بعد بتر صبعي في العام 80 وشلل في الأصبع الأوسط، ماتت عندي الرغبة في العزف على أي آلة وترية خاصة الشلو. درست في معهد المعلمات إثر إحالتي على التقاعد في العام 1988. اللطيف بالأمر كان معي فنانان كبيران، هو عبد الملك عاشور والفنان المرحوم عيسى. التحق بالجيش، التحق في الجيش، فأخذت دورهما في معهد المعلمات مدرسا للرسم وللخط وللموسيقى وللصحافة الفنية. وبالفعل أقمنا معرضا كبيرا في أروقة معهد المعلمات، وكانت أعداد اللوحات قد تجاوزت 100، وكانت القاعة المخصصة للاحتفالات حولناها إلى معرض إضافة إلى أروقة معهد المعلمات. كانت فترة تدريسي فيها 3 سنوات، في العام 88 و89 و90. في العام 90 اضطررت أن أغادر بسبب الحصار ومتاعبه. الفنان يوسف التميمي والسياسة. انتميت إلى الحركة السياسية مبكر وخرجت منها في العام 78. كنت يا مرحلة حينما انتميت؟ كنت رفيقا. لا بيا مرحلة يعني كطالب؟ لا كطالب في الطالب في الدراسة المتوسطة. نعم. في الصف الثاني المتوسط التحقت باتحاد الطلبة. نعم. في العام 54 واستمررت في العمل السياسي السري وعلني، وأبرزها الفترة الجبهة الوطنية والقومية التقدمية، حيث كانت الشبيبة مجال لأنشطتي الفنية. تعتقد أنه السياسة حضن يعني مناسب للفن؟ إذا كانت السياسة واعية وكان القائمون على السياسة ناس أو رجال مثقفون يفهمون
ما معنى الفن وما دور الفن. ختمة ستكون السياسة دافعا قويا لتطوير الفن. نعم. الأستاذ الفنان التربوي الرياضي العاشق يوسف التميمي، شكرا جزيلا لك. لقد كانت حلقة رائعة ومميزة مع الأستاذ الكبير يوسف التميمي، وأنا أعتز بصداقتك وأعتز بكونك واحدا من تلاميذي المتميزين، وشاء الصدف أن أراه قد علاه الشيء، لكنه لم ينقطع أبدا عن إنتاجه الفني وعمله المسرحي. تسلم. أشد على يدك. أعزائي المشاهدين، ما زلنا من عيون البصرة نرتشف دموع الفرح. مع السلامة. شكرا جزيلا.